تستقر اللجنة في عاشر محطاتها جنيف بحضور الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويبدأ وزير الخارجية كلمته. يتزامن أحياء الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع الوضع المقلق والمتردي لحقوق الإنسان في فلسطين. تنتهي الكلمات وإذ بالعواجل من القنوات الإخبارية، رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا يدعمون وقف إطلاق النار الدائم في غزة، بيان بعد يومين من مغادرة اللجنة سماء كندا. يعود الصحفيين للسؤال: هل ذلك نتاج عمل اللجنة؟ وزير الخارجية الفلسطيني يصرح للإخبارية: اليوم صدر بيان مشترك كندي نيوزيلندي أسترالي حول الدعوة إلى وقف إطلاق النار، هل هذا البيان هو نتاج عمل اللجنة الوزارية؟ بالتأكيد هي نتاج عمل. أنتم تعلمون بأن الموقف الكندي كيف كان وكيف تطور، ووجود اللجنة في أوتوا ولقائها مع وزيرة الخارجية ومن ثم مع رئيس الوزراء كان له الأثر الكبير، بحيث أننا جلسنا جلسة معمقة، نقاش عميق مفتوح، تحدثنا فيه وبإسهاب حول كافة التفاصيل وما هو مطلوب من المجتمع الدولي وتحديدا من كندا في مثل هذه الظروف. نحن شعرنا بأن وقع هذا الكلام كان إيجابي، شعرنا ذلك من خلال طبيعة رد الفعل من قبل رئيس الوزراء الكندي، ولم يكن مفاجئ لي حقيقة بأن أقرأ هذا الخبر عن بيان مشترك من قبل وزراء رؤساء وزارات الدول الثلاث تدعو إلى وقف إطلاق النار. أعتقد أنه هذا هو نتيجة مباشرة، وأنا حقا سعيد بأننا استطعنا فعلا أن نحدث اختراقا فيما يتعلق بالموقف الكندي، وهو موقف كما تعلمون كان موقف سلبي منذ بدايته، تحول تدريجيا، ونقطة التحول الكبيرة كانت عندما كان هناك اللقاء الذي جمعنا كلجنة وزارية مع رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية. كل الشكر والثناء لهذه اللجنة التي يقودها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان ممثلا للمملكة العربية السعودية وكرئيسة للقمة العربية ورئيسة للقمة الإسلامية، وبالتالي هذا إنجاز هو يحسب للمملكة العربية السعودية.